إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي، ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رسول حسين ونعم الرسول، رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة صالحا لقد بايعوه رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة كاشحة وقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزال واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك فادحا لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا مالحا بل
بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربة أيوة مسلما، ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم؟ ألست أميرهم البارحة يا حسين؟ أنا مقتول، ردوا لا تجوني، خانوها للكوفة عقاب ما بايعوا، وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني، مفروض وانتو يا اهلي عني بعيد. ومسلمة يا ليتها الدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور لضلع، يا حيف من لك محتضي تبساعة تودع، بيني وبينك يا حبيبي فرق قلبي، أنا ما هيج أحزان الذي جاري علي، حزني وجد لجيتك يا ابن الشوفي، خوفي تجي ويصدر عليه اكل صار بيا وتضيع من بعدي وبعدك هالخواتي، اين المنادون؟ ومسلما الأمر لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. وتحصل فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لإظهار ذاته جل وعلا، وخلق الإنسان في هذا العالم وهيأ لكل الظروف لكي يسير في طريق النجاح والفلاح، ولكن الإنسان بطبيعته اختار طريق الفشل، واختار طريق الانحراف، واختار طريق الإلحاد والزندقة. الله عز وجل وفر إليه كل شيء، أوجد في هذا العالم ومهد للطريق وهداه إلى طريق الحق والاستقامة، ولكن بنفس الإنسان هو الذي اختار طريق الكفر على طريق الإيمان. فالعلة علة انحراف الإنسان وعلة كفر الإنسان ليست علة لله عز وجل، العلة في نفس الإنسان. هذا ما تحصل في المجلس السابق. بقي علينا أن نشير إلى السؤال الثاني والسؤال الثالث بحسب ما يتسع به المقام. السؤال الثاني، قلنا لماذا خلقنا الله عز وجل وميزنا، يعني لماذا هذا أسود وذاك أبيض وهذا قصير وهذا طويل؟ فلماذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وميزهم؟ إحنا قبل أن نجاوب على هذا السؤال لابد أن نشير إلى شيء مهم في المقام، وهو ماذا؟ أكو عندنا فرق بين التمييز وبين التمايز. إحنا لابد أن نفهم شنو الفارق بين التمييز والتمايز. مثلاً خل أضرب لك مثال. مثلاً أنا الآن أستاذ وعندي طالبان في الصف في المدرسة، أنا أفضل طالب على طالب من غير سبب، من غير شيء أفضل على ذاك. هذا يعبرون عنه ماذا؟ هذا يعبرون عنه تمييز، والتمييز هذا ظلم. لكن أنا إذا عملت لهما اختبار، اختبرتهما وكل واحد جاب إلى الدرجة اللي يستحقها، وأفضل هذا لأنه استحق هذه الدرجة، تعب على نفسه، جد واجتهد وجاء بأعلى الدرجات، زين؟ هذا يعبرون عنه شنو؟ يعبرون عنه تمايز. والتمييز، التمييز هو ظلم، الظلم يأتي من خلال التمييز لا التمايز. فلا بد أن نفرق بين التمييز والتمايز. يعني لما نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا أسود وذاك أبيض ليس تمييزا، وإنما هو ماذا؟ تمايز، لأن التمييز ظلم، والظلم لا يصدر من العدل الحكيم. هذا أحببنا أن نبين في المقام. زين، الآن ليش الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات ومايز بين المخلوقات؟ ليش هذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير؟ لماذا مايز الله سبحانه وتعالى بين المخلوقات؟ الجواب على هذا السؤال يتوقف على بيان قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى
أن كل شيء في الوجود له نظامان، نظام طولي ونظام عرضي. خل أبين لك بمثال. مثلا الآن لما تجيب لك تفاحة أو برتقالة أو ما شاكل ذلك، التفاحة لها ارتباطان، ارتباط بعلتها وارتباط بمادتها. هذا اللي يعبرون عنه العلماء الفلاسفة بالسنخية بين العلة والمعلول. شنو معنى هالكلام؟ التفاحة مثلا لها ارتباطان، ارتباط بعلتها وارتباط بمادتها. شنو علة التفاحة؟ التفاحة متى تأتي؟ إذا وضعت البذرة، إذا وضعت البذرة تأتي التفاحة، تتولد عندك التفاحة. بدون هذه العلة تخرج لك التفاحة؟ علة وجود التفاحة لأن البذرة ماذا؟ موجودة. زين، هذا النظام يعبرون عنه نظام طولي، بينما النظام العرضي للتفاحة أو الارتباط الثاني للتفاحة هو ماذا؟ مادة التفاحة. هي حتى تحتاج أن تخرج وتتولد إليك هذه التفاحة تحتاج على وعلى البذرة ماذا؟ تحتاج إلى أرض، تحتاج إلى أرض صالحة، وتحتاج إلى ماء. إذن العلاقة في التفاحة، علة التفاحة البذرة، ومادة التفاحة هي ماذا؟ هي التربة والماء. زين، هذه قاعدة مهمة لابد أن نلتفت إليها في المقام. إن كل شيء في الوجود له نظام طولي ونظام عرضي. زين، هذا واحد. القاعدة الثانية تقول إن كل شيء خلق بقدر. يقول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شنو يعني القدر؟ القدر يعني تقدر للإنسان أن يعيش في هذا الزمان. أنت ما شايف الآن يجي واحد يسأل يقول الله عز وجل ليش أوجدني في هالمكان؟ ليش أوجدني على هالأرض؟ ولماذا خلقني في هذا الزمان؟ ليش ما خلقني في زمان الأئمة عليهم السلام؟ ليش ما خلقني في زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ ما خلقك في ذلك الزمان لأن قدر لك أن تعيش في ماذا؟ في هذا الزمان، تعيش في هذه الأرض وتعيش في هذه الفترة. لماذا؟ لأن الأب حدد والأم حددت والنطفة حددت والزمان حدد والمكان حدد، فلذلك أنت أتيت إلى هذه الدنيا. فكل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء الآن توفر، الأب من جهة والأم كذلك والنطفة توفرت والمكان والزمان، فلذلك جاء الإنسان إلى هذه الدنيا، جاء إلى هذا العالم. لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، في هذا الزمان وفي هالفترة بالذات؟ لأنه قدر إليك أن تعيش في هذه الدنيا في هالفترة هذه. زين، الآن هذا التقدير قد يجي يسأل واحد، هل أن إرادة الله تبارك وتعالى إرادات متعددة لو إرادة واحدة؟ يجي واحد يسأل إرادة الله عز وجل هل هي إرادات متعددة لو إرادة واحدة؟ أضرب لك بمثال. مثلا الآن جيب لك ماء وضعه على النار، شو تلاحظ؟ ماذا تلاحظ؟ واشعل تلك النار تحت الماء، شو تلاحظ؟ تلاحظ سبب ومسبب. السبب النار سببت إن شنو؟ ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة سببت إن ماذا؟ غليان الماء.
غليان الماء سبب إن شنو؟ خروج البخار من الماء. زين؟ وجود البخار من الماء، خروج البخار من الماء سبب إن شنو؟ كثافة في الجو، صار عندنا الجو كثيف. ها؟ هذه كلها، هذه الإرادات. لو تسأل الآن، تسأل واحد هل أن الله عز وجل أراد شيء واحد لو أراد هالسلسلة كلها؟ الآن أنت لما خليت الماء على النار بس أردت غليان الماء، لو أردت السلسلة كلها هذه تطلع لك، لا شك ولا ريب أنت أردت السلسلة ماذا؟ كلها تخرج لك. فالله سبحانه وتعالى لما أوجدك في هذه الدنيا وفي هذا الزمن وفي هذه الفترة قدر لك، لأنك عايش ضمن هالسلسلة اللي الله أرادها. وما أمرنا، يقول الله عز وجل، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. يعني الله سبحانه، الآن مثلا يجي واحد يسأل يقول مثلا علي بن أبي طالب عليه السلام قبل أمير المؤمنين من يجي؟ أبو الإمام علي، أبو طالب. بعد الإمام علي من يجي؟ الإمام الحسن. وبعد الإمام الحسن يجي من؟ الحسين عليه السلام. وبعد الحسين يجي علي بن الحسين. يجي واحد يسأل يقول ليش وجد علي بن أبي طالب؟ هو الله ما أراد وجود علي بن أبي طالب لوحده، وإنما أراد إيجاد السلسلة بكاملها. فوجود السلسلة بكاملها قدرت لها بهذا التقدير، فلذلك أوجدك الله سبحانه وتعالى بهذه الفترة وعلى وجه هذه الكرة الأرضية وفي هذه المنطقة وعلى هذا الوجود. قدر لك كلها، أرادها الله عز وجل السلسلة أن توجد. وما أمرنا إلا واحدة، فإرادة الله إرادة شنو؟ واحدة، وليست إرادة متعددة. السؤال الثالث والأخير، لماذا خلق الله عز وجل الشرور والآفات؟ احنا أشرنا، قلنا بأن السؤال الثالث الله عز وجل ليش أوجد الشرور والآفات، ولماذا خلق الزلازل والبراكين، ولماذا خلق الأمراض، ليش ما خلانا نعيش في رغد وفي هناء على وجه البسيطة، ليش كل هالابتلاءات هذه؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشرور والآفات؟ الجواب على هذا السؤال من خلال وجهين. الوجه الأول، الشر يا إخوان هو أمر نسبي وليس أمر حقيقي. كيف يعني أمر نسبي؟ الله تبارك وتعالى خير مطلق، وياي الله عز وجل خير مطلق محض، وحاشا للخير المطلق أن يصدر منه ماذا؟ أن يصدر منه شر. الخير المطلق وهو الله عز وجل لا يصدر منه شر، لكن كيف، ما هو هذا الشر؟ ليش خلق هذا الشر؟ هذا ليس شرا حقيقيا، وإنما هو أمر نسبي. شلون أمر نسبي؟ لأنه لا ينسجم مع طبيعة الإنسان، لأنه لا ينسجم مع طبيعة خلايا الإنسان، فاعتبره أمر ماذا؟ اعتبر شر من الأشرار، شر من الشرور، آفة من الآفات. مثلا الآن خل أضرب لك مثال، قد يجي واحد يسأل يقول الله عز وجل ليش خلق الذبابة، ولماذا خلق البعوضة، هذا الكائن الصغير الذي قد لا يرى بالعين المجردة، وبعض الحشرات وبعض الميكروبات لا ترى بالعين المجردة، الإنسان ينظر إليها بأنها ماذا؟ بأنها آفة، بأنها شر من الشرور، آفة من الآفات. وهذا الشر هو أمر نسبي مو أمر حقيقي. شلون؟
انت الان لو فكرت ان هاي الحشرة اللي تراها وما الها قيمة بعينك هذه لها من عملها تلقح بعض الاشجار وتلتهم بعض الحشرات، يعني هذه هاي البعوضة وهذه الذبابة انت اعتبرتها بانها شر من الاشرار وآفة من الآفات لانها ما تنسجم مع طبيعتك، لا تنسجم مع طبيعة خلق الانسان، لا تنسجم مع خلايا الانسان، ولذلك يتأدى الانسان بمجرد ان تأتي اليه الذبابة لأنها لا تنسجم مع طبيعته، لأنها لا تنسجم مع خلايا جسمه، فلذلك يعتبرها ماذا؟ شر من الأشرار، آفة من الآفات. إذن الشر الله سبحانه وتعالى خير مطلق، لا يصدر من الخير المطلق إلا الخير، لكن هذا الشر الذي هو يعبر عنه الإنسان شر لأنه لا ينسجم مع طبيعة الإنسان، وإلا له فوائد أخرى لو نظر إليه الإنسان. الوجه الثاني والأخير، لماذا تنظر إلى الشر وحده؟ ليش ما تنظر إلى الشر كلوحة جميلة إلى هذا الخلق وهذه المخلوقات؟ مثلاً الآن وجه الإنسان، مثلا وجه الإنسان، تعال شيل خشم الإنسان، شي يصير وجهه؟ صار الوجه مشوها، لكن خلي الخشم، الحاجبان يكتسبان الجمال من أين؟ من الخشم، والخشم يكتسب الجمال من أين؟ وجه الإنسان يتكامل بهذا الشيء. فلماذا أنت تنظر إلى الشر كجزء واحد تنظر إليه فقط؟ لا انظر إليه من كل أبعاده لترى أن هذا الشر وهذه الآفة التي أنت تتصور بأنها شر وآفة إنما هي خير أوجدها الله سبحانه وتعالى. وقلت لك الخير المطلق لا يصدر منه إلا الخير. هنا يجينا واحد يسأل يقول أنا في هالحياة الدنيا مبتلى، ما إلي حظ في هالدنيا، زين دائما في حالة التدمر، إنسان بطبيعته هكذا دائما يقول الله ابتلاني في هذه الحياة، الله أنزل علي البلاء، أنا ما إلي حظ في هالدنيا، لا زوجة مطيعة، لا أولاد مطيعين، لا إخوان مرتاح منهم، ولا جار مرتاح منه. دائما الإنسان في تذمر يقول أنا مبتلى في هذه الحياة الدنيا وهذا حظ في هالدنيا هالشكل. ما في شيء اسمه حظ أبدا، الشيء يتوقف على عنصرين مهمين. العنصر الأول عدم الدقة في الاختيار. شوف روايات أهل البيت والقرآن الكريم ماذا يشير؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله قال لك اختار، تكون دقيق في اختيارك، هذا شيء ما إلى دخل في مسألة الحظ. أنت باختيارك اخترت ماذا؟ هذه الزوجة وأنت تعلم أنها ماذا؟ أنها غير مطيعة، لابد أن تتحمل لأن هذا اختيارك. والعنصر الثاني لا، قد أنه ليس مسألة الاختيار، والله يختار الإنسان خوش زوجة زين، ويختار خوش جار، لكن الله عز وجل أحب أن يبتلي الإنسان، الله أحب أن يبتلي الإنسان. ورد في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام إذا أحب الله عبدا غته بالبلاء غتا، خلى صب عليه البلاء صبا حتى يمتحن هذا الإنسان، حتى يشوف مدى تعامل هذا الإنسان وتفاعل وصبر هذا الإنسان.
والبلاء في حد ذاته نعمة لو نقبل. لا شك ولا ريب أن البلاء في حد ذاته ماذا؟ نعمة ليس نقمة. يعني لما يجي واحد يقول الله ليش ما خلانا نعيش بهالدنيا في رغد وفي هنا، ما خلاك تعيش حتى يمتحنك، حتى يمتحنك يغربلك في هذه الدنيا يمحصك. لذلك يقول الحسين عليه السلام في كلمة الله: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. إذن البلاء في حد ذاته ماذا؟ نعمة وليس نقمة. لماذا نعمة؟ لأنه يعطي الإنسان الإرادة في التغلب على الشهوات والمعاصي، يعطي الإنسان إرادة على التغلب، على أنه يتغلب على كل ما يجري عليه في الحياة الدنيا من خلال البلاء. يصنع عند الإنسان إرادة قوية. شوف هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال البلاء اللي الله يبتلي به الإنسان. ولذلك تعال شوف، ماكو أحد ابتلي في الدنيا مثل ابتلاء أهل البيت. شوف البلاء اللي نزل بأهل البيت ما نزل على أحد من الناس. ما سامع النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. شوف البلاء اللي الله امتحن به الأنبياء والرسل، لكن تعال شوف ابتلاء النبي الأكرم. وين هذا الابتلاء؟ ترى بعد النبي مبتلى، بعد فارق الحياة مضى إلى الرفيق الأعلى، هو في الجنات العلا، ومع ذلك يبتلى النبي صلى الله عليه وآله وتوجه له السهام. وأي بلاء أعظم من بلاء الذين جروا الويل والسيوف والرماح في صدر الحسين وفي صدور أنصار الحسين عليهم السلام، مع ذلك تحملوا. وإلا تعال شوف هذا صاحب هالليلة، هذا سفير الحسين ابن عم سيد الشهداء، اللي الحسين يقول: أرسلت فيكم أهل بيتي ثقتي والمفضل عندي مسلم ابن عقيل. أرسل الحسين إلى الكوفة، وطبعا الحسين عليه السلام ما جاي إلى الكوفة، لكن أنت لابد أن تدرك بكل أبعاد الطف أن أبعاد الطف سر من الأسرار، يعني مهما تعمقت فيها ما راح تصل إلى نتيجة. وإلا الحسين ليش يرسل مسلم بن عقيل؟ سر من الأسرار ما يمكن أن يدرك الإنسان. جاء به إلى الكوفة حتى يأخذ البيعة. أنا أقول ربما هكذا الحسين أرسل مسلم ابن عقيل حتى يقيم الحجة على أهل الكوفة، لأن أكثر الكتب اللي خرجت إلى الحسين من أين؟ من الكوفة. والحسين ما بال يعني ما التفت إلى هالكتب، لكن مع الإلحاح الشديد قال خل أقيم عليهم الحجة، لعله هكذا والله أعلم أراد الحسين أن يقيم الحجة عليهم. ومع ذلك لما إجا إلهم مسلم ابن عقيل تفرقوا عنه. وإلا 18,000 اللي بايعوا مسلم ابن عقيل في مجلس واحد، بعض الروايات تؤكد إلى أكثر من هذا العدد. تشوف تضارب في الروايات، يقول واحد لا شفنا الروايات متضاربة مثل ما يقولون تضاربتا فتساقطتا، لا، أو تعارضتا فتساقطتا كما يقول العلماء، لا، هذا الآن راوي دخل الديوانية دخل المجلس أحصى هالقد عدد بايعوا مسلم ابن عقيل، يطلع يجي راوي ثاني بعد في نفس الديوانية يدخل وشوف بايعوا مسلم ابن عقيل أكثر من العدد اللي سجل ذاك الراوي. لذلك تلاحظ تضارب في بعض الروايات. ولذلك اللي بايعوا علي بن أبي طالب يوم غدير خم 120,000،
وين هم 120,000؟ وين راحوا؟ تفرقوا. ترك علي بن أبي طالب هكذا لوحده جليس الدار لسنين طويلة في داره لا يستطيع أن يتكلم. وهؤلاء أيضا لما بايعوا مسلم 18,000 بايعوه، 18,000. يجي شيخ عشيرة، شيخ القبيلة، تعرفون العراق عشائر قبائل، لما يبايع رئيس القبيلة يعني العشيرة كلها تبايع، ولذلك يرتفع العدد بهذه الصورة. بايعوه 18,000. وإذا يدخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة يقلبها رأسا على عقب. أنت تستغرب لما تقرأ التاريخ، شلون دخل هذا عبيد الله ابن زياد في الليل مظلم، دخل مضيق لثامن ما يسلم على الناس، يومي بقضيبة عجيب. يعني الحسين، حسين يمر على الناس وما يسلم، إلى هالقد يعني أهل الكوفة ما يعرفوا يميزوا بين عبيد الله ابن زياد وبين الحسين ابن علي، والحسين عايش في الكوفة ويا علي بن أبي طالب. لكن هكذا صنع عبيد الله بن زياد، لما دخل إلى الكوفة قلبها رأسا على عقب، أخذ إليه الوجوه والأعيان، بعضهم سجنهم، وتفرق الناس عن مسلم ابن عقيل. الجهاي المرأة تأخذ بتلابيب زوجها، ما لنا والدخول بين السلاطين، تلك تأخذ بولدها، ما لك والدخول بين السلاطين، حسين سلطان ويزيد سلطان، وما لك والدخول بين السلاطين. حتى بقي بأبي ونفسي في جامع الكوفة، بعد أن انتهى من الصلاة وقف على الباب ولم يبق معه ولا واحد، بقي غريبا بأبي ونفسي. وين يروح؟ وين يتوجه؟ في الكوفة، والكوفة قائمة على قدم وساق، وين يصك بوجهه؟ وين يروح؟ إلى أين يمضي؟ إلى أين يذهب؟ وأي غربة أعظم من غربة مسلم ابن عقيل؟ صور أنت نفسك، أنت غريب، إذا دخلت محلة أهل الخير يقوموا إليك، يضيفونك، ما يخلونك تحس بالغربة، فما بالك إذا هو غريب وأهل المحلة تخلوا عنه؟ شلون تصير غربة هذه؟ أنت حسبها بعد، ها؟ شلون تصير غربة عظيمة على النفس؟ أخذ يمشي بأبي ونفسي في أزقة الكوفة، كلما مشى في زقاق انسد في وجهه، إلى أن وصل إلى باب امرأة شافها تكثر الدخول والخروج، وقف عند بابها، قالت: يا هذا لا أجيز لك الوقوف على داري. قال: أمت الله، إني عطشان، هل من شربة ما؟ قالت حبا وكرامة، دخلت إلى دارها، خرجت من دارها تحمل ذلك القدح، ناولته ذلك القدح، شرب منه مسلم ابن عقيل، حمد الله وأثنى عليه، ثم ناولها القدح، دخلت إلى دارها، خرجت وإذا هو لا زال واقف. وشلون غربة؟ واضع راسه بين ركبتيه، وين يمضي؟ إلى أين يتوجه؟ وقد تخلى عنه أهل المحلة. قالت: يا هذا، ألا تمضي لأهلك؟ أو ما شربت الماء؟ أو ما تنظر هذا الليل قد أرخى سدوله؟ تفت إليها: أمت الله، إلى أين أمضي؟ إلى أين أذهب؟ قالت: يا شيخ، أليس لك بيت ودار في الكوفة؟ وين أهلك؟ وين عشيرتك؟ يقل لها: وعين مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة،
ومثل حيرتي ما جرت حيرة. قالت يا شيخ أولم تشرب الماء؟ امضي إلى أهلك. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب، جنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، روحي بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدموع بخدك السيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل. قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنهر تحلى والدهر جاير علينا، عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرونه، مخذول ومسيت ببلدكم ما لي أنصار. هذا موقف مشرف لهذه المرأة بأنها آوت هذا الرجل وهو سفير الحسين. وأما الموقف الثاني لما هجم الأعداء على مسلم من كل جانب ومكان، تقول الأخبار هي على سطح دارها تحشم ذلك الرجل، تحشم مسلم، تقول له إيهن يا سفير الحسين، إيهن يا ابن عم الحسين، عن يمينك وعن شمالك حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وكانت من شجاعته أن يأخذ الرجل من تلابيبه ويرمي به على سطح الدور. آجركم الله، فأرسل ابن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد أن مدني بالخيل والرجال، فأرسل إليه ويحوك رجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة، فلو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا من، يعني الحسين. فكتب إليه يا عبيد الله، أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ إنك أرسلتني إلى سيف من سيوف أمير المؤمنين. قال له ويحك اعطه الأمان، ثم مده بالخيل والرجال. آجركم الله، حتى أثخنوه بالجراحات، استند إلى جدار ليستريح، فأخذ النساء والأطفال يرمونه بالحجارة ويشعلون النار في أطراف القصاب ويرمونه من على سطوح دورهم. قال لهم ما لي أراكم ترمونني كما ترمون الكفار وأنا مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين؟ فقالوا لك الأمان. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. أخذ يرتجز ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أخدع أو أغرى. فانهزموا من بين يديه وهو يركض خلف كتيبة، وإذا به سقط في تلك الحفيرة. وقد صنعوها له في الميدان وغطوها بالدغل والتراب، وانهزموا من بين يديه فسقط المولى في تلك الحفيرة. لكن لولا القضاء والحيلة اللي دبرها
حفرة بميدان حفيرة وسترة وبيها تقنطر والمحاسن جرحه وصاب ابن الاشعث ويح قلبي بمحجر العين وطاعت نادي على السطاح وش هالكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح في الحفيرة وقعدوه مثل الطير مكسور الجنا صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك شبيدي واني حرمة وضعيفة وما اقدر احمي لو يتركونك كان فيت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على حس قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام اوصيت كان بهالبلاء طبا ويتامى قول لهم مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمي يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا وعن أهلنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها احفظ جماعتي الحاضرين والمستمعين والمشاهدين في أنفسهم وأهليهم وتعلقيهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل عملهم بأحسن القبول ولأمواتكم وأموات المؤسسين موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب المجلس والمباركة الفاتحة مع الصلوات.